رزق كده، اي امر هنعمله هيبقى بيتحكم في مين؟ بيتحكم في الداتابيز دي. قبل ما ابدا اخش في التفاصيل، تعال ايه نقوم الجرافيكال يوزر انترفيس. انا قومت الماي سيكول عشان تعرف تقوم الجرافيكال يوزر انترفيس. بتقوم حاجه اسمها الاباتشي. الاباتشي ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيرفر، ويب سيرفر سوفت وير بيقوم لك البي اتش بي. تمام، بيقوم لك مين؟ ايه علاقتنا بالبي اتش بي؟ ولا حاجه. احنا بس علاقتنا ان الجرافيكال يوزر انترفيس اللي هتشتغل هتتحكم في الماي سيكول مبنيه بالبي اتش بي، فبيبقى لازم يكون السيرفر بتاع البي اتش بي شغال عشان تعرف ايه تتفرج يعني، بس مش اكتر من كده. طبعا انت لو عايز تتفرج على الاباتشي في عندك حاجه اسمها ادمن قدام الاباتشي كده، لو دوست عليها هيفتح لك لوحه التحكم بتاعت الاباتشي، ودي احنا ما لناش دعوه بيها ولا بي اتش بي ما لناش دعوه بيها ولا الكلام ده خالص. طيب لو احنا عايزين نتحكم في الماي اس كيو ال من خلال البي اتش بي ماي ادمن، هتلاقي كده قدامها في بطن قدام ستوب، في بطن اسمه ايه؟ اسمه ادمن. لما ادوس عليه فتح لي ادي الايه؟ اليوزر انترفيس الشهيره بتاعت البي اتش بي ماي ادمن، الشهيره بتاعت مين؟ البي اتش بي ماي ادمن. دي كل الشغل بتحكم فيه من خلال الايه؟ الانترفيس دي. فهنلاقي ان احنا عندنا ادي جروب 1 دي بي اللي احنا عملناها تحت، سماعه فوق مش اي مشكله، تعملوا فوق يسمع تحت، هي كلها داتابيز انجن واحده. وانواع الداتابيز الثانيه اللي احنا كنا شايفينها من شويه. تمام، لما انت كده اهو على السيرفر من فوق هنا بيبقى عندك ايه؟ انت كده على السيرفر ذات نفسه. ما انت طول ما انت على السيرفر ذات نفسه انت مش سيلكت الداتابيز. تمام، يعني لازم تدوس على تكليك على داتابيز من دول عشان تبقى شغال على ايه؟ على داتابيز بعينها. في عندك هنا الفولدر اسمه داتابيزز، لما يعني تابع لما بتدوس عليه بيطلع لك ايه اسماء الداتابيزز اللي موجوده عندك، بحيث برضه لو انت عايز تكريت داتابيز بيبقى في هنا انترفيس، تكتب هنا اسم الداتابيز وتقول له كريت، فيبدا يكريت لك الايه؟ الداتابيز كانترفيس. هنا بقى هي تعويضا عن الامر اللي احنا اتكلمنا عنه. في هنا اس كيو ال، هنا بقى زي تحت بقى خلاص، هنا بقى بيفتح لي هنا المكان اللي انا اقدر اكتب فيه الايه؟ جمله السيكول. فلو جيت هنا قلت كرييت خلاص داتابيز، هنا بس ايه الدنيا حلوه شويه في ان هو بيساعدني الكلمه يعني لو في سنتكس يلاحظها لي يعني، بس مش اكتر من كده. تمام، فلو جيت هنا قلت مثلا جروب 2 دي بي مثلا، تمام انا كده عملت كريت نفس الامر اللي انا كنت ايه؟ اللي انا كنت كاتبه تحت كده فوق، بس هنا اهو. طب هنا مديني شويه اوبشنز هنتكلم عليهم كده وقت ما يجوا، وقلت له ايه؟ جو. اما قلت له جو قال لي ماي سكول ريتنت ان امبتي ريزلت سيت ومش عارف ايه، وقال لي كويري تيك مش عارف قد ايه وكله تمام، وقال لي كله تمام وتنفذ. طبعا انا مش بيقول لي بس ان هو دي تابيس سيلكتد، يعني انت مش واقف على تابيس بعينها. تمام، انا بالنسبه لي الامر اللي شغلته مش هو، ما كانش محتاج ان انا واقف على تابيس بعينها. طيب في ايه تاني هنا عندي؟ احنا شفنا التابل اسمها تابيس والتابل اسمها اس كيو ال. في هنا تابل تاني صغيره تحت خالص اسمها كونسول صغيره خالص. الكونسول دي لما تيجي تفتحها دي شبيهه للكونسول اللي هو بتاع البراوزر. احنا من شويه كتبنا امر فهو بيجيب لك هنا كل الاوامر مش بتاعت البراوزر، بتاعت التيرمينال اللي احنا فتحناها. تمام، هنا هو زي ما احنا شايفين الامر اللي احنا نفذناه بدا يكتبه لك. تمام، فيبدا معاك دايما كل الاوامر وانت شغال عمال ايه يحط لك في الهيستوري بتاعك كل الايه الاوامر، بحيث لو في انت وشغال شغال عكيت اي اوامر ولخبطت حاجات وبتاع عايز ترجع الامر انت كتبته بتاع، هنا بيبقى محتفظ لك بكل الايه الهيستوري بتاع اللي انت الاس كيو اللي انت كتبته. تمام، حلو جدا. في عندنا بقى حاجات ثانيه زي الستاتس بتاع الداتابيز، عندنا اليوزر اكونتس فاتحين داتابيز الاكونتس مين واليوزرز مين، عندنا ان انت تكسبورت الداتا او يعني تجيب داتا من بره تدخلها جوه الماي سيكوال من اي داتابيز او من اي حاجه خلاص، وتقدر تمبورت يعني تقدر تخرج السيستم بتاعك من هنا والسيتنج بتاعت الداتابيز، وعندك بقى اي شويه حاجات خاصه بالريبليكيشن اللي هي حاجات خاصه بتكرار الداتا على الميرورنج سيرفرز والاجهزه الثانيه وكلام زي كده، وفاريبل وكاركتر سيت الخاصه بي يعني تهمنا كاركتر سيت شويه في حته بتاعه اللغه العربيه لو الداتابيز ما بتسبورتش اللغه العربيه او لغات اخرى يعني، والانجنز الداتابيز انجنز الموجوده، ولو عايز تنزل بلاجنز على الداتابيز موجود والكلام ده كله. ده كده بالنسبه للايه؟ للانترفيس العامه. طب لو انا عملت كده اهو، عملت كليك على اي داتابيز من دول مثلا جروب 1 كده، هتلاقوا ان السيرفر هنا بقى خلاص اهو. طبعا 127.001 ده معناها لوكال هوست، دي كلمه بديله لوكال هوست يعني نفس المكنه اللي احنا عليها. وقال الداتابيز بتاعتك اسمها داتابيز جروب وايه؟ جروب 1 دي بي. يبقى انا كده كل الاوامر هتبقى برده موجهه، هتبقى شغاله على مين؟ على الداتابيز ديت خلاص. فانا لو جيت ضربت اي حاجه من فوق هنا هتلاقي ايه؟ التابات بدات تختلف شويه. يعني بقى في بعض التابس مختلفه عن اللي كنا قلناهم من شويه. ليه؟ لان التابس اللي موجوده دلوقتي ديت دي تابس خاصه بالداتابيز بقى بعينها يعني. فانا هتلاقي السكيل كانت موجوده في سيرش،
كانش موجود هناك. تمام، في برضو ايه يعني السيرش دي يعني شويه ادوات مساعده بس مش اكتر. هو بيسيرش بس بالولد كارد، عارفين الولد كارد طبعا اللي هي علامه النسبه في المية، لايك لايك لايك. تمام، وفي عندي الكويريز بقى، هنا بيديك بقى اللي انت تقدر تعمل ايه كويري على الداتابيز، سواء كنت هتكتب او كنت هتختار وتحط الكريتيريا بتاعتك، او الكيو بي اي. الكيو بي اي اللي هو كويري باي اكزامبل، بس لسه ما عندناش تيبلز اصلا، فبيقول لي فين التيبلز اللي هتسيرش عليها. تمام، والاكسبورت والامبورت كنا عليهم، والاوبريشن والبريفليجز. تمام، الحقوق اللي هتبقى محطوطه على الداتابيز دي، خلاص ايه الحقوق اللي انت هتحطها على الداتابيز دي. الروتينز بروسيدجرز والفانكشنز والكلام ده اللي احنا بنتكلم عليه ان شاء الله الرحمن. في الايفنت، الايفنتس اللي هي الحاجات اللي بتقوم في اوقات معينه ترن. في تريجرز نفس الكلام، الحاجات اللي بسبب حدث بتقوم حدث، هنتكلم عليها برضو ان شاء الله. وفي تراكنج لو انت عايز تشوف ايه اللي حصل. وفي ديزاينر اللي هو بيعمل لك زي توصيف لشكل ما من اشكال الاي ار دي يعني، او كده. تمام، شكل من اشكال الرسومات دي يعني، لو دخلنا عليها هتبدا تلاقي ان انت ممكن والله تقول له مثلا انا عايز اكريت تيبل. تمام، فهتكريت التيبل هنا، وبعد كده يبدا يرسم لك شكله، شكل تيبل. لو عملت تو تيبلز وريليشن يعملهم لك يعني، بيحاول يساعدك في ايه، في شكل الكتابه يعني، في شكل الرسم يعني، بيحاول يساعدك في الرسم. اه طبعا طبعا يعني، لو دخلنا مثلا بس يكون ده بس يكون فيها حاجه يعني، دي برضو ما فيهاش حاجه، دي مثلا فيها شويه تيبلز يعني، بس خاصه بالماي سيكوال نفسها يعني، هتبقى معقده حبتين يعني. بس لما نخش على الديزاينر هتلاقي التيبل زي ايه. رايك؟ جميله حلوه يعني، بس يعني ماشي الحال. تمام، تمام. دي كده كانت انترو كده عن الماي اس كيو ال، وازاي نشتغل عليها من خلال الكوماند برومبت، او نشتغل عليها ازاي من خلال مين؟ من خلال الايه، جرافيكال يوزر انترفيس اللي هي بي اتش بي. هو زميلنا بيتكلم على هل ليها فيزيكال فايلز؟ طبعا ليها فيزيكال فايلز. لو دخلت اتفقنا ان ماي سيكوال ده الفولدر ده هو اللي فيه الايه؟ هو اللي فيه اللعبه كلها، صح؟ فلو احنا مثلا بصينا على الفولدرز اللي موجوده، احنا دخلنا على فولدر اسمه بن، وانا هو ده الاصل اللي فيه السوفت وير اللي بي ايه اللي بيفاير وبيشتغل الداتابيز. الدنيا هنا بسيطه جدا، عندك هنا فولدر اسمه داتا، الفولدر اسمه داتا دوت ده اللي بيتشال فيه كل ايه الداتابيزز اللي احنا بنكريتها. تلاحظ ان في فولدر لجروب 1 دي بي، في فولدر لجروب 2 دي بي، شايف ولا؟ تمام، اهم غير بقيه الداتابيزز الثانيه الاخرى. فكده اهو، دي هنا كل الداتابيز انت بتكريتها، دي الفايل بتاعها اللي هو دي بي دوت او بي تي. نعم، مش كده، هوريك مليون طريقه، دي كذا طريقه، مش دي احسن طريقه يعني. تمام، لكن برضه هي اسلوب مش مشكله، بس مش احسن اسلوب يعني. ليه اسلوب، ليه طريقه برضه عشان تعرف تشغله، بس هو يشتغل. تمام، في عندي فولدر ثاني اسمه باك اب. الباك اب ده بقى مكان تاني اخر برضه للداتابيزز، بنقدر نعمل فيه باك اب فولدرز للداتابيزز بتاعتنا المختلفه. في عندك سكريبتس لو انت مقوم سكريبتات معينه او باتشات فايل لي على الايه الماي اس كيو ال. والشيرز ديت شويه حاجات خاصه باللغات وكلام زي كده، ماشي، خاصه باللغات اللي بتستخدمها الماي اس كيو ال وكده. دي كده كانت نبذه عن الفولدرات اللي احنا عايزين. طبعا هنا ماي اس كيو ال انستول سيرفيس، لو انت مش منزل ممكن دي تفير لك ان تسطب لك يعني من الاخر السيرفيس بتاعت الماي سيكوال، ودي تقدر تعمل ان انستول تشيل الايه الماي سيكوال من عندك كماي سيكوال. كل ده كله ده جوه الايه ماي سيكوال، بس مالناش دعوه بالايه بالهيصه اللي بره. الهيصه اللي بره اهم حاجه مننا احنا بس لو محتاجينه، ومحتاجين الايه الاكزامبل كنترول، بحيث ان احنا بس نشغل من خلاله. تمام، طبعا لو حبيت تقفل كل حاجه وتخرج انت مفيش اي مشكله، هتعمل بس ستوب على ماي سيكوال وستوب على اباتشي او العكس، خلاص هو الدنيا كلها كده بالنسبه لك ايه قفلت. ولما تحب تبقى ترجع تبقى تشغلهم تاني من ستارت زي ما شفت.